بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما زلنا في تفسير آيات الأحكام مع قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، إلى قوله تعالى: وكفى بالله عليما. ففي هذه الآيات سبق أننا ذكرنا شيئا مما تيسر من معانيها، والآن نذكر ما يظهر لنا مما تفيده هذه الآيات وما يؤخذ منها من أحكام. يؤخذ منها أن أحكام الشريعة كلها يسر وسهولة، ليس فيها ما يكلف الناس عنة ومشقة غير محتملة، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. فيه أنه لو كان في الشريعة ما يشق على النفوس أو فيها ما لا يطاق، فإنه لا يمتثل هذه الشريعة إلا القليل من الناس، وهم أهل الإيمان، أهل الإيمان الصادق، وأن الكثير من المؤمنين قد تثقل عليهم ويتكاسلون عنها. من رحمة الله جل وعلا أن خففها ويسرها. وفي الآيات أنه لا يحكم على عموم الناس بحكم عام، ولا يعمم عليهم الذم، وإنما يستثنى منهم من لا يتوجه إليه الذم، لقوله تعالى: ما فعلوه إلا قليل منهم. ويؤخذ منها ما يترتب على امتثال شريعة الله من الخيرات، وأنها خمسة أشياء: الأول الخير الكثير لمن يمتثلها، لأن فيها سعادة الإنسان ونجاته في الدنيا والآخرة، نجاته في الدنيا من الضلال وفي الآخرة من النار. وفيها الحث على الثبات على الدين، فإن من تمسك بشرع الله عز وجل فإن الله يثبته على الدين، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فهذه هي الفائدة الثانية، أن فعل أوامر الله جل وعلا يسبب الثبات على الدين وزيادة الإيمان، كما أن التكاسل عن طاعة الله وفعل المعاصي يسبب عدم الثبات على الدين، فيضعف الإيمان ويقلل الدين في قلب الإنسان. وهذا مأخذ لأهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويؤخذ منها كثرة الأجر من الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. فإن الأجر من الله جل وعلا لا يتحدد بحد، فضلا منه وإحسانا، بل إنه يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن المؤمنين من يوفى أجره بغير حساب. وفيها
الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذه هي الفائدة الرابعة لمن يفعل ما أمر الله به، أن الله يهديه إلى الصراط المستقيم. الهدايتين، هداية الدلالة إلى الخير وهداية الثبات على الطريق الصحيح. وفي الآيتين أيضا أن فعل الخيرات وامتثال أوامر الله يكسب الإنسان مرافقة الذين أنعم الله عليهم، وهم صفوة الخلق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحينئذ يطمئن قلبه وترتاح نفسه في مرافقة هؤلاء الطيبين والقرب منهم، وأنه يكون معهم في الدنيا والآخرة. كما يفهم منها أن من لم يفعل ما أمر الله به فإنه ترافقه الشياطين وشرار الخلق الذين يجرونه إلى عذاب الله عز وجل وإلى هلاكه في الدنيا والآخرة. ففيها الحث على مرافقة الصالحين والطيبين من عباد الله المؤمنين ليزداد بهم إيمانه ويقوى بهم يقينه وتقر بهم عينه. وفي هذه الآيات بيان مراتب المؤمنين الذين أنعم الله عليهم، وأنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام أو أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة النبيين، وهذه المرتبة لا يلحقهم فيها غيرهم، فالنبيون لا يمكن أن أحدا يساويهم من الخلق، ولكن حسبه أن يكون تابعا لهم ومرافقا لهم. والمرتبة الثانية مرتبة الصديقين، وهم جمع صديق، وهو الذي كثر صدقه وتجنب الكذب وحرص على الصدق في كل ما يقول وفي كل ما يفعل وفي كل ما يقصد، يكون صادقا في جميع أموره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي هذه الآيات أن هذه الفضائل كلها أنها تفضل من الله جل وعلا، لقوله: من لدن، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما. فهذا الأجر العظيم لا تبلغه أعمالهم، ولكن الله تفضل به عليهم منا منه وكرما. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.